السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل لكم جوله في مولر. مولر بصراحه انا عديت عليه كذا مره، وكنت بدخل كده في الاول اشتري حاجات واطلع على طول، ما كنتش بلف فيه. فالنهارده هنلف كده وهصور لكم الحاجات اللي فيه. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ هنا بدايه المول. المول معظم المحلات اللي فيه او السنتر يعني معظمهم مقفول. عندنا حظر، مفيش غير شوية حاجات بس المفتوحة، حاجات بسيطة جدا، منهم محلات الأكل، وممنوع كمان تقعدوا تاكلوا فيه من جوه، هو الأكل بس بتطلبيه وتاخديه معاكي. الصيدليات فاتحة، السوبر ماركت فاتح، ومثلا أدوات اللي هي التجميل، ومش كلها، مش كلها كمان، لكن محلات اللبس، محلات الجزم، كل الحاجات دي أونلاين، مفيش حاجة خالص منهم فاتحة. الاكسسوارز كمان بتهيألي كلها قافلة، كله قافل. مولر يعني اتفاجئت ان هو مفتوح، فعشان كده رحت مولر. كنت بسمع عنه كتير ودخلت برضو فيه مرة اتنين كده بسيط، مكنتش في الاول كده، بس المرة دي هتكون اول مرة ادخل والفه كله، وهنشوف مع بعض الحاجات اللي فيه والاسعار اللي فيه كلها. هنا دخلت البرفومز، حلوة قوي قوي بجد، ورخيصة جميلة جميلة بجد. الأسعار رخيصة عن برة كتير، وسمعت كمان ان هو دايما بيعمل عروض، يعني بيعمل عروض كبيرة، فتابعوا العروض بتاعته لان حلو الأسعار فعلا فيه. يعتبر موجود فيه كل انواع البرفومز اعتقد، يعني بالذات اللي هي الماركات اللي هي الرخيصة اللي بتبقى موجودة في روزمان وبودني والاماكن دي والدي ام، معظمها كلها موجود، ويمكن اكتر كمان بالاسعار الوهم اللي فيها دي يعني. ولقيت كمان عروض، يعني حاجات نزل على سعرها كتير، يعني بصراحة كان يوم حلو قوي. اشتريت شوية حاجات من هناك، حاجات عجبتني كتير. هنا كان في ميك اب برضو، موجود في ميك اب. انا مكنتش اعرف ان هو يعني محل متنوع، اكتشفت ان هو متنوع فيه حاجات كتيرة قوي. نعم بقالي كتير والله في ألمانيا، بقالي سنين، بس من النوع اللي أنا ما بلفش كتير، يعني ما بنزلش ولف كتير، ومعظم الحاجات بشتريها أونلاين، ما بعرفش أنزل ولف وكده واخد راحتي في المحلات، ما بعرفش خالص. هنا الاكسسوارات عجبتني قوي، شكلها حلوة قوي، والأسعار برضو جميلة بالنسبة لأسعار كتيرة جدا بره. أنا الحاجات دي بتلفت نظري وبحب أشتري الحاجات دي قوي، فعجبني سعرها. اشتريت منهم حلقان كانت حلوة قوي، اللي هي فيها الفص اللولي دي عجبتني. هنا عجبني برضو حاجات بتاعت الحمامات، رهيبة، بس في سن ولادي اللي هو عندي ابن سنتين بيكسر لي كل حاجة، فمرضتش اجيب، فعجبوني قوي. فيهم حاجات عجبت نظري، لفتت نظري يعني، حلوة قوي الحاجات بتاعت الحمامات دي. بقى الفرش، الفرش موجودة ولقيتها برضو باسعار حلوة قوي غير بره. البيوتي بلندر والحاجات دي برضو حلوة قوي، في منهم قطعتين، والفرشة بتاعت الفاونديشن، والفرشة بتاعت الاي شادو، وكل انواع الفرش موجودة هناك وبأسعار حلوة. هنا نظارات شمس، بس بصراحة انا ما بحبش اشتري نظارات الشمس اللي بتكون رخيصة دي، لان بتأثر على العين لما بتتعرض للشمس، ما بحبش اشتريها. بس انت مثلا لو عايزاها في مشوار مؤقت او في يوم خارجة في مصيف وعايزاها ليوم واحد بس كده وخلاص، ممكن تشتريها تقضي الغرض وخلاص، لكن غلط ان انت تعرضي عينك وانت لابساها للشمس مدة طويلة، فما بحبش اشتريهم الانواع الرخيصة. هنا السيروم بتاع لوريال والكريمات بتاعت لوريال برضو اسعارها حلوة، بس ما اعرفش بنفس الاسعار اللي برا ولا لا، مش قادرة احدد الفرق في الاسعار بتاعتهم. برضو حلوين قوي، موجود كل الانواع بتاعته، يعني كل الانواع بتاعته كانت موجودة، كل المنتجات بتاعت لوريال كانت موجودة فيه. المحل كبير جدا ومتنوع جدا، الناس اللي بتبقى عايزة مثلا تشتري حاجات كتيرة من مكان واحد تدخل على مولر على طول، هتخلص كل اللي هي عايزاه. نزلت هنا لقيت حاجات للمدارس، حاجات للبيت، زي ما بقول لكم متنوع، عايزة حاجات للولاد. المجات عجبتني قوي قوي، شكلها رهيب بجد، لفت نظري يعني، بحب الحاجات انا المميزة شوية. لقيت فيها شرابات برضو، ده لفت نظري ان يعني مكان تدخلي ناقصك حاجات هتدخلي تشتريهم من مكان واحد، انا بحب الحاجات دي. وعموما السنتر اللي انا كنت فيه ده انا بحبه لانه فيه كل حاجة،
في كل المحلات، لما تكوني ناقصك حاجات كتيرة بتروحي على السنتر ده تخلصي اللي انت عايزاه كله وتروحي. هنا برضو عجبني حاجات البيت، حاجات المطبخ، في بازات، حاجات صيني، يعني كان حلو. في حاجات برضو ادوات كتيرة للمطبخ، في صواني، في كوبايات، في كاسات، في شموع. هنا روزمان كان فاتح برضو ده محلات تطلبي بس الاكل وتخرجي على طول، ما يعني ما بتقعديش، ممنوع ان انت تقعدي مقفلين حوالين الكراسي عشان ممنوع، تقعدي بس في الانتظار كده تستني الاكل تاخديه وتمشي على طول. وممنوع كمان الاكل جوه السنتر، ما كنتش اعرف انه ممنوع، بس واحنا قاعدين لقيت الامن بيقوله انه ممنوع كمان الناس تقعد جوه السنتر وتاكل، فقالوا لهم اطلعوا يعني يبقوا ياكلوا بره. فبس الحاجات بقى زي ما قلت لكم كان متنوع جدا وحلو قوي. عايزه تخلصي حاجتك من مكان واحد، سواء ميك اب، برفانات، حاجات للمطبخ، ديكورات، حاجات للولاد، شرابات، اكسسوارز، كل حاجه هتدخلي في مكان واحد بس هتشتري كل اللي انت عايزاه. يعني انا عامله الفيديو ده للناس اللي هي بتكسل تنزل او للناس اللي بتسمع عنه وما راحتش زيي. يعني انا ما رحتوش الا يمكن بعد 7 سنين من عودي في المانيا. بس زي ما قلت لكم احنا بيكون فايتنا كتير بسبب طبعا ضغط الولاد وكده، بس لا محتاجه حاجات روحي على طول مش هتندمي، هتلاقي كل حاجتك فيه حلو قوي. وفوق ده كله طبعا فرق الاسعار، هتلاقي الاسعار حلو وتابعي الاسعار بتاعته وتابعي التخفيضات بتاعته، وهاتي البرفانات في العروض بتاعته هتلاقي فرق رهيب. وكمان بيبقى في اماكن كده ستاندات بيحطوا فيها الحاجات اللي متخفض عليها بتكون اسعار حلوه. وكمان في مكان اعتقد انه عاملينه في روزمان او في دي ام مش فاكره، كان حد قال لي عليه لما اتاكد من المعلومه بالظبط، بيحطوا فيه الحاجات ممكن تنزل ل 30% خصم عليها للبرفانات اللي بتكون عالميه والبرفانات الحلوه. هعرف لكم المعلومه بالظبط واصورها لكم لما اشوف العرض بعيني قدامي واجربه، علشان يبقى المعلومه صادقه وتروحوا على طول، ما تروحوش وتلفوا وما تلاقوش الحاجه. لما الاقي الستاند اللي بيحكوا لي عليه ده هصوره لكم ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب دايما تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي، يا رب اكون بفيدكم دايما. واسفه بقى لو صوتي مجهد، لاني طبعا معظم الناس اللي عندي على الفيسبوك عارفين اني عامله عمليه. الفيديو ده طبعا كنت مصوره قبل ما انزل مصر، وكويس ان انا كنت مصوره كده كام فيديو للظروف اللي انا فيها لما اكون مش لاقيه وقت اصور فيه، فالفيديو كان موجود عندي ما نزلتوش، حطيت بس صوتي عليه. واسفه انه مجهد شويه لان طبعا عارفين اني عامله عمليه، فادعوا لي كده. بس انا الحمد لله بدات اتحسن وربنا يخليكم. ما تنسوش اللي مش مشترك عندي يشترك في القناه.